أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم البقاء، يا سامع الدعاء، يا واسع العطاء، يا غافر الخطاء، يا بديع السماء، يا حسن البلاء، يا جميل الثناء، يا قديم السناء، يا كثير الوفاء، يا شريف الجزاء، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار، يا قهار يا جبار، يا صبار يا بار، يا مختار يا فتاح، يا نفاح يا مرتاح، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من خلقني وسواني، يا من رزقني ورباني، يا من أطعمني وسقاني، يا من قربني وأدناني، يا من عصمني وكفاني، يا من حفظني وكلاني، يا من أعزني وأغناني، يا من وفقني وهداني، يا من آنسني وآواني، يا من أماتني وأحياني، سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على الله العلي القدير، نكمل البحث في الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي، والكلام في السكوت والتقرير، والكلام عند مواجهة سيرة عقلائية. فالكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي بالسيرة العقلائية، وقلنا فيه ركنان. الركن الأول، يوجد سيرة عقلائية منعقدة في زمن المعصومين وفي عصر المعصومين سلام الله عليهم، منعقدة من قبل العقلاء وقائمة من العقلاء. والركن الثاني هو سكوت المعصوم سلام الله عليه. ولإحراز هذا الدليل وجدانا نحتاج إلى إحراز كل
إلى إحراز كل من الركنين وجدانا. فإذا نتحدث أولا كما قلنا في الإثبات الوجداني أو الإحراز الوجداني لقيام السيرة أو للسيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين، وبعد ذلك يأتي الحديث في الإحراز الوجداني لسكوت المعصوم سلام الله عليه. وقلنا الإثبات الوجداني للسيرة المعاصرة للمعصومين يوجد عدة طرق لإثبات هذا، وبعض الطرق تامة وبعض الطرق غير تامة، أي على مبنى دون المبنى الآخر، وبعض الطرق تنطبق في موارد والطرق الأخرى لا تنطبق في هذه الموارد بل تنطبق في موارد أخرى. فهذا الموضوع أو هذه الملاحظة يجب أن نلتفت إليها. وذكرنا من تلك الطرق الطريق الأول هو واقع السيرة المعاصرة لنا، ومنها نستكشف السيرة ونستدل على السيرة، نستدل وجدانا على السيرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم والسيرة المعاصرة للمعصومين. وسجلنا أيضا إشكالات على هذه الطريقة أو على هذا الطريق. الطريق الثاني هو النقل التاريخي، والنقل التاريخي كان يكون إما في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية. والطريق الثالث هو قلنا كأنما منتزع أو نحن فصلناه للتفصيل، فصلناه للتفصيل لو صح التعبير عن الطريق الثاني، وأعطيناه العنوان الاستقلالي، فأعطيناه عنوان الروايات والفتاوى. من الروايات والفتاوى نستشف ونستفيد السيرة العقلائية المعاصرة للمعصومين سلام الله عليهم. الطريق الرابع هو كان انتفاء اللازم وجدانا، وبينا اللازم لأي شيء للملزوم، والملزوم هو ليس قيام السيرة، وإنما الملزوم هو عدم قيام السيرة. نلتفت إلى هذه النقطة، الملزوم هو عدم قيام السيرة، واللازم هو هذا اللازم الذي ننفيه. عندي إذن عند نفي اللازم ينتفي الملزوم، لو صح التعبير عند نفي التالي ينتفي المقدم. فعندما ننتفي اللازم الذي هو بحسب الفرض يوجد للسيرة العقلائية يوجد لازم، وهذا اللازم منتفي وجدانا، فعندما ينتفي اللازم ينتفي الملزوم. الملزوم هو أي شيء؟ هو عدم قيام السيرة. فينتفي ينتفي عدم قيام السيرة، فماذا يحصل عندي؟ يحصل نفي عدم قيام السيرة، يحصل عدم قيام السيرة. إذن عدم العدم إثبات، فيحصل عندي إثبات السيرة، يحصل عندي ثبوت السيرة، يحصل عندي قيام السيرة المعاصرة في زمن المعصومين سلام الله عليهم. هذا هو كان الطريق الرابع الذي أشرنا عليه. والطريق الخامس هو السلوك البديل. فقلنا هذه الحالة أيضا فيها لو صح التعبير مقدمات، وفي المقدمات أيضا فيها شروط أو قيود بالمعنى العام. وهذه الطريق الخامس هو السلوك البديل، يوجد للسيرة سلوك بديل، لكن هذا السلوك البديل هو سلوك غريب، سلوك نادر، خلاف طبيعة الإنسان والطبيعة البشرية وسلوك الناس وسجية الناس لو صح التعبير، وخلاف فطرة الناس أو ما اعتاد عليه الناس. لا نقول الفطرة لو صح التعبير، الفطرة المتأثرة بالظروف المحيطة، حتى لا يعني يشكل علينا بهذا الأمر، نقول تعود الناس وهذه فطرة أصبحت مؤثرة في الناس بسبب الظروف، بسبب الزمن، بسبب الثقافة التي يمر بها المجتمع. فيوجد سيرة عقلائية سار عليها العقلاء، ويوجد سيرة بديلة مخالفة لهذه السيرة، مخالفة للفطرة، مخالفة لما يسير عليه الناس، وهي سيرة نادرة، وهو سلوك نادر، بحيث العلاقة بين السلوك الأول والثاني، لو لم يثبت السلوك الأول السيرة العامة المعتادة والطبيعية والمشاعة لا ثبت الثاني. إذن لا يخلو الأمر عند العقلاء، إما أن يسلكوا هذا أو يسلكوا هذا. فإذا لم يسلكوا الأول سلكوا الثاني، وإذا لم يسلكوا الثاني يسلكوا الأول. فأثبت بأن هذا السلوك النادر وهذه السيرة النادرة غير ثابتة ولم تسلك من قبل العقلاء، وإنها منفية من قبل العقلاء، يثبت عندي إذن السلوك الأول. وهذا أيضا بينا هذا الأمر وشرحنا هذا الأمر في البحث السابق. الطريق السادس هو التحليل الوجداني، وهذا الطريق السادس
هو أيضا يشمل الطريق السابع الذي يشير إليه السيد قدس نفسه بالطريق الخامس حسب ما أذكر إن شاء الله سنقرأ، لكن نحن قلنا فصلنا للتفصيل وجعلنا الطريق السادس والطريق السابع، وهما عند السيد عبارة عن طريق واحد، أي السابع يؤيد ويدعم الطريق السادس. الطريق السادس هو التحليل الوجداني، طريق أعطيناه عنوان التحليل الوجداني. فإذا عرضت مسألة على إنسان وتجرد الإنسان من كل المؤثرات والمتغيرات التي تؤثر في سلوك الإنسان واتخاذ الموقف تجاه هذه المسألة التي عرضت عليه بدون أن يتأثر بأي ثقافات، بأي خلفيات، بأي اعتقاد، بأي جانب نفسي، بأي جانب فكري مسبق، بأي ضغوط مادية، بأي ضغوط اجتماعية، بأي ظروف مهما كانت، لو تجرد الإنسان تجاه هذه القضية وواجه هذه القضية وحلل واجه هذه القضية بوجدانه وعرض هذه المسألة والقضية على وجدانه وعلى مرتكزاته الفطرية، قلنا المجردة عن أي تأثير خارجي وعلى مرتكزاته العقلائية، المجردة عن أي تأثير خارجي وأي متغير يؤثر فيها، مجردة عن أي متغير وأي تأثير لمتغير، فلاحظ هذا المسألة ولاحظنا هذا التأثير وتأثير الوجدان بنظرة تحليلية وبملاحظة تحليلية، ورأينا أننا ننساق ونسلك سلوكا معينا تجاه هذه المسألة أو بخصوص هذه المسألة، إذا عرضنا المسألة على وجداننا، على عقلنا، على مرتكزاتنا العقلائية بما نحن عقلاء، بشرط عدم التأثر بأي مؤثرات خارجية، ولاحظنا أننا قد انسقنا والوجدان قد انساق والفكر قد انساق والنفس قد انساقت، ورأى الإنسان أنه قد انساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ بأن هذا الموقف الذي اتخذه ليس فيه شائبة، ليس فيه شك، ليس بموقف ضعيف، وإنما انقياد قوي، وكانت درجة الانقياد قوية أو لنقول ترسخ السلوك بدرجة كبيرة في نفس الإنسان وتحرك وسلك هذا السلوك، ليس بدرجة من الضعف بحيث يوجد له ما ينافسه من سلوك، سواء كان بالمساوي أو سواء كان قريبا منه أو أكبر منه، فكان بدرجة كبيرة هذا السلوك. لاحظنا أن موقفه واضح بدرجة كبيرة، ليس فيه ضمور أو ليس فيه درجة من الشك وليس فيه ما ينافس من طرف آخر بحيث يولد عندي الشك بين هذا أو ذاك أو أتردد بين هذا أو ذاك. وإذا تأكد، لاحظ، إذا عرض على نفسه المسألة ولاحظ المسألة بما هو عاقل وتجرد عن كل شيء إلا من المرتكزات العقلائية، ورأى أنه منسق لاتخاذ موقف معين، ولاحظ أن موقفه واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، وإذا تأكد من عدم ارتباطه وعدم ارتباط موقفه بالخصوصيات المتغيرة، قلنا بشرط عدم أن يتأثر بأي شيء، وعدم قلنا وإذا تأكد من عدم ارتباطه وعدم ارتباط موقفه بالخصوصيات المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل، فيمكنه من نتيجة لهذا يمكنه الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف هو حالة عامة عند العقلاء جميعا، عند كل من يتجرد عن المؤثرات الخارجية والمتغيرات، فسيتخذ نفس الموقف الذي اتخذه هذا الشخص. وهذا أيضا، هذه الفكرة التقريبية أيضا ربما كانت الإشارة إليها وستأتي الإشارة أيضا في بحوث لاحقة أو في مراحل لاحقة، بأننا نستكشف العرف العام من خلال تجريد النفس والفكر والذهن من العلق والتأثيرات والمؤثرات الخارجية، وتعامل الإنسان بما هو عرفي دون التأثر بثقافات معينة ومرتكزات قبلية
مرتكزات طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو 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 فكرية أو ثقافية. فمن هذا ممكن أن نستكشف العرف العام بنفس التقريب لو صح التعبير. فمن تجريد النفس من كل مؤثرات والتعامل مع القضية ومواجهة القضية بالمرتكزات العقلائية وعرض القضية أو المسألة على المرتكزات العقلائية، فالموقف الذي يتخذ من في مثل هذه الحالة هو نفس الموقف الذي يتخذ من كل عاقل. هذا الذي يقال بأن السيرة تكون نابعة من المرتكزات ومن الفطرة والمرتكزات العقلائية ومن نكات فطرية ومن سليقة نوعية لا تتغير. هناك اعترضنا قلنا يوجد سيرة متأثرة وتتأثر بظروف، فليس دائما القضية بمثل هذه الحالة. هنا هذا الطريق يقول نحن لو كانت عندي حالة واستطعت أن أجرد وأجد أن هذه الحالة بهذه الخصوصية وجرت ووجد هذه القضية بهذا الأمر، فإذا تعاملت معها بهذه الخصوصية فأجد بأن العقلاء جميعا يتعاملون بهذه الخصوصية، والعقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم أيضا يتعاملون بهذه الخصوصية. طبعا في هذه القضية ماذا أحتاج؟ أنا الآن تجردت من كل شيء بدون أي تأثير من المؤثرات والمتغيرات الخارجية، فأنا هنا ماذا أريد؟ أريد أن أحصل على رأي العقلاء في تلك الفترة وفي زمن المعصومين سلام الله عليهم. وكشيء لنقول بدوي أو أولي نطرح هذه القضية على نحو الإشكال، نقول إذن نحن ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى أن نثبت أن الظروف التي يمر بها أولئك الناس نفس الظروف التي نمر بها، فكما أن الظروف هنا لم تؤثر فينا ونحن افترضنا ووصلنا إلى نتيجة بناء على عدم تأثير الظروف، لكن من يقول بأن الظروف في زمن المعصومين سلام الله عليهم لم تأثر على سلوك أولئك الناس وسيرة أولئك الناس فاتخذ الموقف المخالف للموقف الذي أنا اتخذته الآن، لأن موقفهم بني على تأثير المؤثرات الخارجية. لاحظ هذا الإشكال، إشكال جيد إن شاء الله يكون يفيد في هذه المرحلة. يقول من يقول أن العقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم أيضا لاحظوا القضية ولاحظوا المسألة وواجهوا المسألة بتجرد من أي تأثير ومتغير خارجي، ربما واجهوها وكانت المؤثرات الخارجية والمتغيرات الخارجية مؤثرة عليهم فاتخذوا الموقف المناسب لهذه التأثيرات والمتأثر بهذه المؤثرات، فاتخذوا الموقف المخالف لما اتخذته أنا وبهذا التجريد. من يقول؟ إذن بصورة عامة نقول هذا لو ثبت هذه القضية فممكن، لو كانت القضية فعلا عقلائية مجرد عن أي تأثير خارجي ممكن أن نستكشف هذا الأمر. إذن يمكنه الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة عند كل العقلاء. يقول يعضد ويدعم هذا الموقف الطريق السابع. يقول من أين نأتي لهذا الطريق؟ الطريق السابع الذي أعطيناه عنوان الاستقراء. هنا قلنا من حالة فرد واحد ويجرد نفسه عن كل تصرف وعن كل تأثر لو صح التعبير، وكل تصرف يتأثر بمؤثرات ومغيرات خارجية واقتصر على التركيز وعلى النكات العقلائية وعلى السليقة النوعية وتوصل إلى نتيجة، فهذه النتيجة تكون ثابتة عند كل عاقل يسلك هذا النهج ويفكر بهذا التفكير ويواجه المسألة بهذه الطريقة. والعقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم أيضا من العقلاء فيشملهم هذا، إذن نفس السلوك في زمن المعصومين يثبت. هذا الطريق الأول، من حالة واحدة من حالة الشخص نفس الشخص أثبتنا الحالة العامة. هنا يقول لا، نعمم كأنما بعملية استقرائية، نأخذ شرائح من المجتمعات ونأخذ العقلاء وشرائح لو صح التعبير من العقلاء في هذه المجتمعات، فنرى سيرة العقلاء في هذا المجتمع وسيرة العقلاء في المجتمع الآخر والثالث والرابع وهكذا. فإذا وجدنا بأن السيرة منعقدة على هذا الأمر أو على هذا السلوك وقائمة على هذا السلوك
يثبت عندي أن العقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم أيضا تثبت عندهم السيرة بهذا الاتجاه وبهذا الموقف وعلى هذا الموقف، لأنهم أيضا من العقلاء ولا يختلفوا عن العقلاء. وطبعا على هذا الاستقراء أيضا لا يعتبر، يعني لا يعتبر دليلا موضوعيا ممكن الاعتماد عليه، لأنه استقراء ناقص. بعض المجتمعات كيف أعمم النتيجة؟ فماذا أحتاج؟ أحتاج إلى، لو صح التعبير، بالاستقراء التام نسميه تسامحا ولو، أو نسميه بالاستقراء الذي يؤدي إلى اليقين بحساب الاحتمال كما بينا في التواتر. فإذا حصلت عندي حالة استقراء فحصلت عندي قيم احتمالية في ثبوت هذه السيرة، وتزايدت هذه القيمة الاحتمالية وتراكمت وتزايدت، وفي المقابل نقص واضمحل وضحلت القيمة المخالفة والاحتمال المخالف والنافي، إلى أن أصبح بدرجة من الضآلة بحيث لا يحتفظ به الذهن البشري، فيكون بحكم الصفر والمعدوم، فيكون اليقين في هذا الجانب فتثبت السيرة. إذا وصلنا إلى هذه الحالة فبها ونعمت، فتثبت عندي السيرة بهذا الاحتمال، بهذه الطريقة، بحساب الاحتمالات نستكشف ثبوت السيرة. لكن مع كون الاستقراء ناقصين فلا تثبت، لأنه استقراء ناقص يثبت من هذه المجتمعات، لا يثبت في المجتمعات الأخرى إلا بالطريقة التي بيناها قبل قليل. فلذلك اعتبر هذا داعما لذاك، وهذا الداعم هو أيضا سجلنا عليه وفيه الإشكال الذي بيناه. أيضا لا بأس بأن نسجل، نقول يعني أيضا على نحو حساب الاحتمالات، نقول تلك القيم حتى نقول كيف أيضا تدخل بعض لنقول الظروف وبعض الملاحظات وبعض النقاط وبعض الخصوصيات في تأسيس القيم الاحتمالية وتزايدها وتسارعها. نقول لو عرضنا هذه المسألة على العقلاء في كل مجتمع ووجدنا نفس السلوك، هذا يسلك نفس السلوك والمجتمع الآخر، العقلاء في المجتمع الآخر يسلكون نفس السلوك، أي يتخذون نفس الموقف فالثالث، دون أن نقول أعرض وجرد ودون أن تتأثر بكذا أو بتلك الظروف، نعرض على هؤلاء وهؤلاء 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 وهؤلاء، لاحظ ماذا يؤسس عندك هذا من احتمال، أو أين تزداد القيمة الاحتمالية في أي اتجاه أو في أي اتجاه. لاحظ عندما تعرض هذه القضية على العقلاء في مجتمعات مختلفة، في أزمان مختلفة، في مناطق مختلفة، وتجد نفس الموقف يتخذ ونفس السلوك ينتهج، يعني تستطيع نقول يوجد إذن قيمة احتمالية كبيرة بأن هذه القضية، هذه المسألة فيها خصوصية، بأنها عندما تواجه من قبل المجتمع، عندما تواجه من قبل العاقل، فإنها لا تتأثر بالظروف والمتغيرات الخارجية، لأنها لو كانت تتأثر لا تغير السلوك في هذا المجتمع عن المجتمع الآخر وعن المجتمع الثالث وعن المجتمع في هذا المكان وعن المجتمع في المكان الآخر، أو عن المجتمع في هذا الزمان والمجتمع في الزمان الآخر الذي دخل في عملية الاستقراء. لكن نرى بالرغم من تغير الظروف والمتغيرات فالموقف واحد والسلوك واحد عند المجتمعات. من هنا نستطيع أن نقول أو نستكشف أو نعطي قيمة احتمالية عالية نحو الصدق ونحو التراكم والإثبات، فنقول بأن هذه القضية لها خصوصية، بأن هذه الخصوصية هي أن هذه القضية وهذه المسألة عندما تعرض على العقلاء فإن العقلاء يواجهون هذه القضية من خصوصيات هذه القضية، أنها تواجه دون أن يتأثر العقلاء وتتأثر المتكزات العقلائية وتتأثر مواقف العقلاء بالظروف والمتغيرات الأخرى الخارجية.
إذا ثبت أيضا أحتاج إلى طريقة استقرائية. لو ثبت بالاستقراء طبعا أقول إذن العقلاء في زمن المعصومين سلام الله عليهم سيواجهون هذه القضية لأنها لها هذه الخصوصية أيضا بنفس الخصوصية وهي عدم التأثر بأي متغيرات فسيتعاملون معها معاملة معاملة القضية دون التأثير فسينتهجون نفس النهج ونفس الموقف كما انتهجه باقي العقلاء. هذا أيضا مجرد يعني للطرح كإشكال أو كصورة وتصور وهذه بركة يقينا هذا الكلام غير مسجل حتى في تقرير الدرس عندي ولكن ببركة سيد محمد باقر الصدر إن شاء الله ونفسه وروحه و دعاؤه لنا وببركة إن شاء الله من يحضر الدرس ويسمع وببركة الجميع ممن يعني لا ينسانا بالدعاء ويذكرنا إن شاء الله في الدعاء ويدعو لنا بالتفوق والتوفق لو صح التعبير والتفوق والتزديد في الدرس إن شاء الله وفي إتمام الدرس. إذن هذا هو الطريق السابع. نقرأ حتى ننتقل إلى الموضوع الذي يليه. نحن طرحنا سبع طرق والسيد قدس نفسه الزكية يطرح خمسة طرق وهي في الحقيقة خمسة لكن نحن قلنا للتفصيل وللفائدة نذكر هذا الآن. نأتي إلى الموضوع الذي طرحه السيد قدس نفسه. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السيد قدس نفسه: الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. هذا المفروض تكون ثانيا وأولا كان البحث السابق. أولا الإحراز الوجداني للدليل الشرعي اللفظي وتحدثنا في التواتر أو الخبر المتواتر وفي الإجماع وفي سيرة المتشرعة. وهذا ثانيا الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. قلنا الفعل والسكوت. الفعل يثبت بنفس تلك الطرق التواتر الإجماع سيرة المتشرعة والسكوت الحصة منها هي التي تكون مقام البحث وفي مقام البحث وهي عند مواجهة سيرة عقلائية. كيف يكون الحال؟ هنا يقول مر بنا أن دليل السيرة العقلائية لاحظ تحدث عن حصة من حصص الدليل الشرعي غير اللفظي حصة السكوت وليس كل الحصة وإنما حصة من هذه الحصة أو تحدث عن قسم من هذه الحصة وهي السكوت عند مواجهة السيرة العقلائية. يقول مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين. دليل السيرة العقلائية أي الدليل الشرعي غير اللفظي بالسيرة العقلائية. دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء لاحظ السيرة المعاصرة للمعصومين والآخر سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإمضاء. والسؤال الآن كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين؟ نحن لم نعيش ولم ولسنا في زمن المعصومين سلام الله عليهم حتى نحرز القضية وجدانا. هذا البعد الزمني عنه كيف نثبت وجدانا تلك القضية؟ فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما زمانا لا للسكوت ولا للسيرة يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ويجب أن تكون هذه القضايا ثابتة وجدانا لأننا في الإحراز الوجداني. يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي أي حتى نحرزه وجدانا أو حتى نحرزه وجدانا. نعم. إذن سنتحدث في إثبات الركن الأول وجدانا وبعد ذلك نتحدث في إثبات الركن الثاني وجدانا. إذن الأول أولا الكلام كما هو يقول واحد السيرة المعاصرة للمعصومين أي الإثبات الوجداني للسيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام فهناك طريق يمكن أن يدعى لاحظ ضع خطا تحت يدعى يعني ليس كل الطريق هي التي تذكر في هذه المرحلة يقول هي مختارة وهي التي يعتقد بها أو هي تامة بعضها تام وبعضها غير تام بعضها يجري في موارد ولا يجري في الموارد الأخرى والبعض الآخر يجري في موارد ولا يجري في البعض الآخر. يقول فهناك طرق أخرى يمكن أن يدعى الاستدلال بها عليها
وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات بعد الإثبات اكتب سيرة المتشرعة. نفس الطرق لإثبات سيرة المتشرعة، هو يعبر عن سيرة المتشرعة يقول لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي، يقول بوصفهم الشرعي أي سيرة متشرعة، أما هذا بوصفهم العقلي أو من العقلاء تكون سيرة عقلاء. يقول الطرق، يتحدث عن الطرق، يقول الطريق الأول أن نستدل على ماضي السيرة، ونحن يعني قبل قليل أشرنا إلى عناوين الطرق، والطريق الأول كان بعنوان واقع السيرة المعاصرة، فتسجل الطريق الأول واقع السيرة المعاصرة. يقول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر، يقول أن نستدل على ماضي السيرة، أنا سأقرأ لأني شرحت هذا المطالب، وأيضا كما تعلمون تعودنا أن نعيد، وحتى لو أقول لكم لا أعيد ولا أشرح، وأسأل الله تعالى أن نتمكن من هذا الأمر، لكن أيضا إذا حصل مني الشرح وهذا من عدم الاتزان لو صح التعبير عندي وعدم السيطرة على نفسي في هذا الجانب العلمي. يقول أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية بواقعها المعاصر لنا، وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة. لاحظ وجد مقدمتان كما بينا، ولا بد من الشرح ما لا نفعل، وإن شاء الله قرب الله تعالى وفائدة لي ولكم، وأسألكم الدعاء جزاكم الله خير الجزاء. وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك مقابل، هذا كأنما المقدمة الأولى، وأيضا يقوم على أو المقدمة الثانية كون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية عن نكات فطرية وسليقة نوعية وهي مشتركة أو مشتركة بين العقلاء في كل زمان. مقدمة أولى، مقدمة أولى ثانية، أو شرط أول شرط ثاني. هنا يقول ولكن الصحيح سيشكل على المقدمة الأولى، يقول لا يوجد صعوبة بالتحول البطيء ولفترة زمنية طويلة. نعم التحول الفجائي هو فيه إشكال، لكن الكلام نحن في التحول البطيء أكثر من ألف عام من زمن صدور الروايات وزمن المعصومين سلام الله عليهم إلى هذا الزمن الذي نتحدث فيه. ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن. وما هو صعب الافتراض التحول، وما هو صعب الافتراض، وما هو صعب الافتراض، ما هو التحول الفجائي العفوي. ضع هذه العبارة بين قوسين حتى تكون يعني ملتفتا إليها عند القراءة. وما هو صعب الافتراض هو التحول الفجائي العفوي. هذا انتهينا، رد على المقدمة الأولى. يقول وكذلك سيرد على الثانية، يقول السلوك العقلائي ليس دائما منبثق عن نكات فطرية وسليقة نوعية، ممكن أن يتأثر بظروف ثقافية، ظروف اجتماعية، ظروف مالية، ظروف نفسية، عقائدية، فكرية لو صح التعبير. يقول كما أن سلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية، بل يمكن أن يتأثر كما هنا يتأثر بهذا، فكيف نحرز بأنه لم يتأثر بهذه، بل يتأثر كأنما بل يتأثر أيضا، لأن هناك يقول ليس دائما، إذن بل يتأثر أيضا، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها، فلا يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد، لا يعتبر المعاصر الآن، الواقع المعاصر الآن أي هذا الحديث الذي نتحدث عنه لا يمكن أن يعتبر، حتى لا نخلط بين المعاصر والمعاصر لزمن المعصومين سلام الله عليهم، السيرة المعاصرة للمعصومين، فهنا المعاصر يقصد هذا، فلا يمكن أن الحديث لو صح التعبير في العصر الحالي، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة أي واقع السيرة المعاصر الآن لا يمكن أن يعتبر دليلا على ماضيها البعيد على السيرة في زمن المعصومين، لا يمكن أن نعتبر هذا. الطريقة الثانية
وهو النقل التاريخي، والثاني قلنا فيه طريق ثاني وثالث. الثاني هو النقل التاريخي، وهو إما نقل في نطاق التاريخ العام أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، هذا الطريق الثاني. والطريق الثالث هو الروايات والفتاوى. السيد قدست نفسه كأنما في النقل التاريخي فيه أليف قلنا نطاق التاريخ العام وباء نطاق الروايات والأحاديث، يفسر نطاق الروايات والأحاديث بما بيناه في الطريق الثالث. نحن قلنا للتفصيل ولنقول الشمولية، فقلنا لا أن فصلنا قلنا الثاني وعطينا صورة للثاني وإمكانية للثاني أو للفرع الثاني من الطريق الثاني، وهو نطاق الروايات والأحاديث في النقل التاريخي. قلنا في الرواية ينقل، الرواية الفقهية ينقل بأن السيرة كذا، كما في الرواية التاريخية ينقل بأن السيرة انطبقت على كذا وانعقدت على كذا. والطريق الثالث الروايات والفتاوى، هي نحن ننتزع السيرة، نحن نستكشف السيرة، نحن نستفيد السيرة، ولم ينص على السيرة في الرواية. هذا الذي نريد أن نقول في الطريق الثاني والثالث. الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام هذا أليف، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم وللقاطع، طبعا فالعلم أو القطع هو حجة وهو كاشف فهو حجة، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، أو إذا كانت حجته تعبدية من الشارع تثبت حجية هذا الطريق فأيضا نلتزم به كما في أخبار الأحاد وسيأتي الكلام عنه. وفي هذا المجال هذا هو الطريق الثالث. نحن صورنا قلنا نطاق الروايات والأحاديث الفقهية يأتي في الرواية ويشير يقول السيرة انعقدت على كذا والسلوك انعقد على كذا. أما الطريق الثالث لا، نستفيد من الروايات، يقول وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، هذا الطريق الثالث وهو أعطينا عنوان الروايات والفتاوى. وهذا الطريق الثالث وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، تضع هذا الطريق الثالث أيضا فيه أليف وباء. الطريق الأول كان إما في نطاق التاريخ العام هذا أليف، أو في نطاق الروايات باء. هنا في الطريق الثالث وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها هذا أليف، لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، كما يمكن الاستفادة هذا باء أيضا من فتاوى الجمهور، وقلنا أو فتاوى المكلفين في نطاق المعاملات، حتى يشار للسيرة العقلائية مثلا، يقول في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزع أحيانا عن الوضع العام المرتكز عقلائيا. يقول هذا الكلام في الطريق الثالث كأنما استفاد من الروايات والفتاوى، يقول إلى جانب دلالات التاريخ العام. من هنا نقول يقصد بالطريق الثالث الذي بيناه، يقصد هذا هو في يقصد فيه بيان الفرع الثاني من الطريق الثاني، أي بيان ماذا يقصد بنطاق الروايات والأحاديث. لذلك قال إلى جانب دلالة التاريخ العام الذي هو يمثل الفرع الأول من الطريق الثاني. ونحن قلنا لا، الطريق الثاني فيه أليف وباء، والطريق الثالث فيه أليف وباء كما بينا. الطريق الثالث وهو المفروض يصير عندي الطريق الرابع وله عنوان انتفاء اللازم وجدانا، أعطيناه العنوان انتفاء اللازم وجدانا. يقول قلنا لا ننسى بأنه ليس للسيرة لازم وإنما لعدم السيرة لازم، أن يكون لعدم قيام السيرة، لاحظ ضع خطا تحت لعدم قيام، لعدم قيام، أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم لازم، هذه لازم أيضا تضع خطا تحت لازم وتحرك لازم، وهذه اللازم هي اسم يكون، أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين لازم. وما هي مواصفات هذا اللازم؟ ما هي قيود هذا اللازم؟ ما هي خصائص هذا اللازم؟ يقول يعتبر انتفاء هذا اللازم، يعتبر انتفاؤه وجدانيا، يعني بالوجدان هذا اللازم منفي، له لازم وهذا اللازم يشتغل فيه يكون منفيا وجدانا، او نثبت انتفاءه وجدانا. اذا قبل هذا نقول يوجد بالسيرة لازم، ونعطي للازم خصوصية. قبل هذا نقول يوجد للسيرة لازم، وهذا اللازم نثبت بأنه غير ثابت وجدانا، وعفوا نحن قلنا نثبت لعدم السيرة، لأن وضعنا لاحظ فائدة الخط هنا،
والتفتنا إلى الخطوة تذكرنا ورجعنا عن السهو أو الخطأ الذي صدر من عندنا. فنقول لعدم السيرة لازم، فنثبت وجدانا عدم ثبوت اللازم أو نثبت وجدانا بطلان اللازم فيثبت بطلان الملزوم، والملزوم هو عدم السيرة، فإذا عدم السيرة، لأن بطلان عدم السيرة أي نفي عدم السيرة، أي عدم السيرة فتثبت السيرة. أقرأ حتى تكون القضية واضحة في القراءة. أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة المعصومين على الحكم لازم يعتبر انتفاءه وجدانيا، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو، ولنوضح ذلك في المثال أو في مثال كما يأتي. لنفرض أننا نريد أن نثبت السيرة المعاصرة لأئمة عليهم السلام، نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للمعصومين عليه السلام كانت قائمة على الاجتزاء، أي يجزي المسح ببعض الكف بالوضوء، على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف بالوضوء. فنقول أن السيرة أيضا هذا كما بينا في الاستدلال فيها أليف وباء، وفي أليف مقدمات وفي باء مقدمات. في أليف إذا كانت السيرة فعلا منعقدة على الاجتزاء، هذا أليف، وباء إذا كانت السيرة غير منعقدة على الاجتزاء. يوجد صورة أخرى؟ لا يوجد، إما تكون منعقدة على الاجتزاء بمسح ببعض الكف، أو تكون غير منعقدة على الاجتزاء بمسح ببعض الكف. نقول أليف إذا كانت السيرة منعقدة على ذلك، على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف، هذا نقصد به. فهذا إذا كانت منعقدة على الاجتزاء فإذا عندي حكم بالجواز. السيرة منعقدة وسيرة متشرعة، لأن الكلام في الموضوع وسيرة متشرعة، فإذا هذه تكشف عن الدليل الشرعي بالجواز. فالذي يريد أن يسأل عن الوجوب يحتاج إلى السؤال وأمامه الجواب، وهو جواز المسح بالباب، فإذا لا يحتاج إلى السؤال، فإذا لا يوجد سؤال وجواب في هذه الحالة، أي بالوجوب لا يوجد سؤال وجواب عن وجوب المسح بتمام الكف. فإذا لا يوجد سؤال وجواب يكشف على أن القضية مسلمة، وأن السيرة منعقدة، وأن أن الحكم واضح، لأنه يكشف عن الدليل، سيرة المتشرعة يكشف عن الدليل، فلا أحتاج إلى السؤال. فأنا أتي أقول كيف أثبت هذا، أقول كيف أثبت أنه لم يسأل، أقول ما دام لم يصل لي، أبحث في الروايات، ما دام لم يصل لي روايات تشير إلى السؤال والجواب، وتشير إلى السؤال عن الوجوب، عن وجوب، لا يوجد روايات تشير إلى السؤال عن وجوب المسح بتمام الكف، إذن لا يوجد ولم تصدر، هذا دليل على عدم الصدور، إذن تثبت السيرة على جواز المسح بالباب. يقول إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم المسألة فيغنيه عن السؤال. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المس بتمام الكف، إذا السيرة غير منعقدة على الجواز وكان الوجوب يريد أن يستفهم عنه، إذن أيضا السيرة غير منعقدة على الوجوب بالتمام بتمام الكف، إذن لا يوجد سيرة تدل على جواز المسح بالبعض، ولا يوجد سيرة تدل على وجوب المسح بالكل، إذن يوجد من هنا وهنا. فالذي يمسح بالبعض يسأل ويخاف أن يكون الوضوء باطلا فتبطل الصلاة، والذي يمسح بتمام الكف يقول هذه مؤونة زائدة، فأنا لأستفهم حتى أسأل عن المسح بالبعض حتى أخفف على نفسي. فيوجد مجموعة من هنا كثيرة تريد أن تسأل ولها دافع للسؤال، ويوجد مجموعة كثيرة منها تريد أن تسأل ولها دافع للسؤال، إذن سيكثر السؤال والجواب في هذه المسألة عن أي شيء، عن الوجوب. فنقول إذن ما دامت السيرة، من أين قلنا يكثر السؤال والجواب؟ هذا بناء على أن السيرة غير منعقدة على الجواز، على جواز المسح بالبعض، سيكثر السؤال والجواب. إذن لو صح التعبير نقول إذا كانت السيرة غير منعقدة على الجواز، على جواز المسح ببعض، فإن السؤال والجواب سيكثر مقدم وتالي. إذا أبطلنا التالي يبطل المقدم، إذا أبطلنا وجود سؤال وجواب، نفينا وجود سؤال وجواب، إذن ننفي المقدم وهو أن السيرة غير منعقدة على الجواز تكون منفية، عدم انعقاد السيرة على جواز المسح بالبعض، عدم انعقاد السيرة على الجواز تكون منفية، عدم انعقاد السيرة تكون باطلة، لأن التالي باطل فالمقدم باطل، عدم انعقاد السيرة تكون معدومة، أي عدم انعقاد السيرة يكون عدم العدم إثبات فيثبت السيرة،
تثبت انعقاد السيرة، واضح هذا البرهان. يقول أما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرع وقتئذ، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين، طبعا لأن القضية في الوضوء وفي حكم شرعي وفي زمن المعصومين سلام الله عليهم، بالمعصومين وبالرجوع إلى الروايات أو الرجوع إلى رواياتهم، لأن مسح المتشرع لاحظ المتشرع، لأن الكلام في الوضوء في الوضوء، لأن مسح المتشرع بتمام الكف لا يكفي لإثبات الوجوب، كما المسح بالبعض لا يكفي، لأنه لا لأن السيرة لم تنعقد بهذا الاتجاه ولم تنعقد بهذا الاتجاه، وحيث أن المسألة محل ابتلاء لعموم أفراد المكلفين، ووجوب المسح بتمام الكف يستبطن عناية فائقة تحفز على السؤال، فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال وتكثر الأجوبة تبعا لذلك. وفي هذه الحالة يفترض عادة، لاحظ يفترض عادة، ليس بالضرورة، لأن ممكن أن تكون موانع حسب الموارد وحسب الروايات وحسب الظروف. يقول يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أقل تقدير، لا نقول كل الروايات، لكن هي نحن نقول يوجد كثير من الروايات وتصدر كثير حالة عامة وحالة ضرورية، فلماذا لم تصل إلينا؟ ليصل إلينا المقدار الجل الكبير من نصف الروايات ربع الروايات إذا كانت كثيرة هي، إذن إذا كانت كثيرة حسب الفرق وحسب البرهان الذي طرحنا. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك على أقل تقدير لاستبعاد اختفاء جلها، نستبعد أن تختفي جميع الروايات أو كل الروايات جل الروايات، مع توفر الدواعي على النقل يوجد داعي لكتابة الحديث ولنقل الحديث وعدم وجود ما يبرر الاختفاء، فإذا لم يصل إلينا ذلك نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب، وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكيف كما بينا. يقول وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا على عدة مقدمات لو صح التعبير، الأولى أو أولا أن المسألة محل الابتلاء للعموم، ثانيا كون الحكم المقابل كما في الوضوء بينا مسألة محل ابتلاء عند عموم المكلفين، المقدمة الثانية كون الحكم المقابل كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع بنفسه، كون الحكم المقابل المسح بتمام الكف كون المسح بتمام الكف يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع، طبع الإنسان يمسح ببعض الكف بأصبع بأصبعين بثلاثة، المهم ببعض الكف ليس بتمام الكف، وهذا مخالف للطبع. يقول وتوفر الدواعي، أو لو نقول بصورة عامة نقول مخالف للسلوك العام، السلوك العام وبطبيعة الإنسان يكون بهذه الخصوصية، أو بطبيعة الإنسان لو صح التعبير بصورة عامة يكون بهذه الخصوصية يمسح ببعض الكف كما هو معتاد، وتوفر الدواعي على نقل ما يريد، وتوفر الدواعي على نقل ما يريد في حكم المسألة، أيضا مقدمة أخرى يوجد دواعي لنقل ما يريد، أو عفوا لنقل ما يرد وإلا ليس ما يريد، وتوفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة، الذي يرد والذي يأتي في حكم المسألة يوجد دواعي للنقل، صلاة وأحكام شرعية فينقله، ما هو ما هي المصلحة بأن كاتب الحديث لا يكتب هذا الحديث، وما هي المصلحة في أن الراوي لا يروي هذه الرواية، وما هي المصلحة في أن الناقل لا ينقل والناسخ لا ينسخ، ومن طبقة إلى طبقة، وما هي المصلحة بأن الفقيه لا يشير إليها ولا يأخذ بها. رابعا وعدم وجود مبررات، يعني نقول عندما كل الفقهاء أو جل الفقهاء، لأن نقول اختفى الكل أو الجل، كيف اختفى هذا؟ إذن الجميع الكل أو الجل قد أعرض عنها، فما هي المصلحة في الإعراض؟ يوجد دافع، يوجد دافع للتدين، يوجد دافع للنقل، وعدم وجود مبررات للإخفاء هذا رابعا، وخامسا عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات وفتاوى المتقدمين. إذن ننتقل إلى الطريق الخامس، الطريق الخامس وهو أعطيناه عنوان السلوك البديل، يقول أن يكون للسلوك، بعد للسلوك تضع هذه العبارة التي سنقرأ بين قوسين، تفتح قوس قبل الذي، تفتح القوس وتقرأ الذي يراد إثبات، الذي يراد إثبات، يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة، تغلق الكون، تغلق القوس. الطريق الرابع أن يكون للسلوك بين قوسين الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة عليه السلام،
أن يكون للسيرة أي العقلائية في زمن المعصومين لو صح التعبير، أن يكون للسلوك سلوك. هذه التفت إلى هذه التقديم والتأخير في الألفاظ والكلمات في الكلام، وهذه تستفيد منها إن شاء الله في قراءة الكتب القديمة والمتأخرة أيضا. إذن أن يكون للسلوك بين قوسين هذه العبارة بعدها يأتي سلوك، أن يكون للسلوك سلوك، فهذه سلوك تكون خبر يكون. أن يكون للسلوك أي لسيرة المتشرع في زمن المعصومين، ماذا يكون له؟ يكون لتلك السيرة أو لذلك السلوك، يكون للسلوك سلوك بديل. فلذلك أعطينا الطريق الرابع سميناه بالسلوك البديل، سلوك بديل. ما هي مواصفات هذا السلوك؟ ما هي خصائص هذا السلوك؟ ما هي قيود هذا السلوك؟ يكون للسلوك سلوك بديل على نحو، لو لم نفترض ذلك يكون علاقة بين السلوكين، فإن العقلاء أما يسلكوا هذا السلوك أو هذا السلوك، بحيث لو لم يسلكوا السلوك الأول ولم يسيروا على تيسير العامة لسلكوا هذا الطريق. هذا المواصفة الأولى. والمواصفة الثانية أن هذا السلوك البديل سلوك غريب، سلوك نادر، سلوك مخالف للطابع لو صح التعبير، سلوك بديل على نحو لو لم نفترض هذا كما القيد الأول أو الشرط الأول أو الخصوصية أو الخصيصة الأولى. يقول بحيث على نحو لو لم نفترض ذلك، لو لم نفترض السلوك الأول أو السيرة أو المبدل، يتعين افتراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا أيضا هذا الشرط الثاني أو القيد الثاني أو الخاصية الثانية، أن يكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا. كيف تسجل وتنعكس علينا؟ باعتبارها ظاهرة غريبة عن السيرة في ذلك المجتمع. فسلك المجتمع في زمن المعصومين سلام الله عليهم من قبل العقلاء أمره بسلوك تلك الحالة الغريبة، الناس منقادة نحو قضية معينة وراضية بقضية معينة وتسير على قضية معينة لسنوات وسنوات، ويأتي الإمام سلام الله عليه يقول خالفوا. أين الدليل على أن الإمام قال خالفوا هذه السيرة وأسلكوا تلك الطريق أو ذلك الطريق الغريب؟ إذن يحتاج لأن الإمام سلام الله عليه يبين عدة مرات. وإذا كان الطريق الغريب غير واضح عند الناس، ليس فقط فيه الغربة والغرابة، وإنما فيه شيء من الصعوبة والمعونة، يحتاج إلى بحوث كما طرح صاحب النظرية الموحدة، يحتاج إلى بحوث وبحوث وتطرح. فإذن يحتاج إلى الإشارة والإشارة والبحوث والبحوث حتى نفهم الناس الطريق الغريب. فإذا غرابة الطريق فيه صعوبة، فالقضية تكون أدهى وأمر ممن يريد أن يدعي تلك الدعاوى التي يدعي بهذا صاحب تلك النظرية كما بينا. إذن سلوك غريب فيدفع الناس الذين يعيشون في ذلك العصر الآن يسألوا الإمام سلام الله عليه عندما ينقل لهم، يقولون هلا فعلا هذا صحيح. يتكرر السؤال عن المعصومين، أول شيء يحتاج أن المعصوم سلام الله عليه يشير إلى سلوك ذلك الطريق وينهى عن سلوك هذا الطريق المعتاد، وهذا النهي يؤسس أيضا ويكون عاملا مساعدا في تولد أسئلة للسؤال مرة أخرى وللاستفهام والتأكد. يقول ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا. كيف تنعكس علينا؟ كلام لم نصل إلى كيف تنعكس علينا. تقول لو كانت أسئلة، إذا تكثرت الأسئلة وتكثرت الروايات عن المعصومين سلام الله عليهم، تكثرت النواهي عن المعصومين بخصوص الحالة العامة وترك الحالة العامة، وتكثرت الإرشادات بالأوامر من المعصومين على سلوك الحالة الغريبة، ولتكثرت الأسئلة والأجوبة، وإذا كانت كثيرة المفروض تصل إلينا، ولا يوجد مانع من أن يمنع من النقل عن هذا من تدوينها ومن نقلها، ولا يوجد أي مبرر لإختفاء كل أو جل الروايات، أين حصلت وأين وصلت وأين اختفت. فإذا ما دام لم تصل إلينا إذن هي لم تكن صادرة أصلا، ما دام لم يصل إلينا نستكشف عدم صدورها وعدم وجود أسئلة وأجوبة من عدم الوصول. ويقول ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة لو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف. وحيث لم تسجل، كيف نستكشف لم تسجل؟ لأننا اكتشفنا بأنها لم تصل إلينا، وعدم الوصول يدل على عدم الصدور لأنها تكون بكثرة، فكيف الكثرة
اختفت ولا يوجد مبرر الاختفاء، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارج كان هو المبدل أو نعم كان هو المبدل البدل، وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا الذي واقع خارجا والسيرة الخارجية الواقعية في زمن المعصومين سلام الله عليهم هو المبدل هو السيرة العقلائية العامة لا البدل والحالة الغريبة. ومثال ذلك أن تقول أن السلوك العام المعاصر للمعصومين كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، إذ لولا ذاك لولا الظواهر واعتبار الظواهر والعمل بها ولولا أخبار الآحاد والعمل بها ولولا حسب ما يسميها النظرية الاعتباطية واللا قصدية واللا نظامية والعمل بها لكان لابد من سلوك بديل، النظرية الموحدة النظرية الاعتباطية النظام القرآني من هذه المصطلحات الرنانة، إذن لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم، ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة وصعبة أيضا تحتاج إلى مؤونة كثيرة وإلى بحوث، وحتى من يقرأ هم أصحاب النظرية لم يفهموا ماذا يقولون. يقول كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها، والتالي باطل لم تنعكس ولم يشار إليها، إذن دليل على أنها لم تصدر، إذن التالي باطل، كثرة الأسئلة والأجوبة باطل، إذن هي لم تصدر، إذن هذه الطريقة لم تستك وغير مسلوكة ولم تنتهج، إذن يبطل المقدم وهو لم تكن السيرة العامة والسيرة العقلائية ثابتة، تبطل تلك أو تنتفي لم تكن أو ينتفي عدم كون السيرة فتثبت السيرة. يقول ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة غريبة عن المألوف كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها، والتالي باطل، التالي غير واقع، والتالي غير واقع، فكذلك المقدم باطل أو المقدم غير واقع. وما هو المقدم؟ قلنا أن السلوك أن السيرة لم تنعقد، فهذا باطل، عدم انعقاد السيرة باطل، إذن يثبت انعقاد السيرة، وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر وبأخبار الآحاد الثقات وبالنظرية الاعتباطية كما يسميها القوم. الطريق الخامس وهو قلنا يكون بالحقيقة السادس والسابع، وهو الملاحظة التحليلية الوجدانية كما سمينا هناك التحليل الوجداني، والطريق السابع منه الاستقراء. يقول الملاحظة التحليلية الطريق الخامس أو سميناه قلنا هناك السادس وهو يقول الطريق الخامس الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق لاتخاذ موقف معين ولاحظ أن هذا الموقف وأن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، وكل هذه المقدمات سجلت وبيناها في الشرح، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة وبالظروف المتغيرة من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل بملاحظة، لاحظ هذه الأمور وعرض هذه القضية على وجدانه بملاحظة تحليلية وجدانية، أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف هو حالة عامة في كل العقلاء، من نفسه ومن موقفه ومن سلوكه عمم السلوك إلى الآخرين وقال هذا هو سلوك العقلاء. وقد يدعم هذا الطريق السادس الطريق السابع، وقد يدعم ذلك باستقرار حالة يدعم هذا الطريق السابق. يقول يدعم ذلك باستقراء الطريق السابع هذا سميناه الاستقراء أو وهو الاستقراء يقينا الاستقراء الناقص لأننا أشكلنا عليه. يقول وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة حتى يتأكد بأن هذا ليس فقط عنده من حالة، يتأكد عند المجتمعات أيضا هذه الحالة. فقلنا نحن هذا أيضا أشرنا على هذا المعنى، ممكن الحصول بحساب الاحتمالات وبأن هذه يعني نستكشف من هذا الاستقراء بأن هذه الحالة لا تتأثر بالمتغيرات الخارجية. يقول وقد يدعم ذلك هذا الطريق السابع وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة، وهذا طريق قد يحصل للإنسان الاستقراء قد يحصل للإنسان الوثوق به. وحتى الطريق السابق أي الملاحظة التحليلية أيضا سجلنا بعض الإشكالات عليه، وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه لكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء، بقدر ما يتاح فهو استقراء ناقص ضمن هذه الملاحظة ممكن يثبت أما حال عام لا يمكن ثبوتها للملاحظ إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء المجتمعات العقلائية المختلفة دون غيرها ممن لم يستقرأ إلا إذا حصل اليقين بالاستقراء كما بينا في حساب الاحتمالات وكما بينا خلال الشرح.
والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.